قول يا خويا اش عندي وصاحبي قول لي ايش شنو شتي ما يبان غير شكله تفضل محضرش الحديث اي من لقيتهم طايحين شنو وقع ملي كانوا جوج ناعسين تما حدا الموطور من شكون اللي ضربهم وهذاك الشيء الله اعلم طبيعة الحال انت ما تعرفش شكون اللي ضربهم ولكن ما كاينش اللي ضربهم اللي ضربهم ما كاينش ما كاينش هما كانوا جوج ولاد ولا ولد وبنت جوج دراري من بعد جاو البوليس الوقا كيفاش الحالة ديال البوليس قيدوا هذاك الشيء هزوهم في لومبيرونس ومشاو كيفاش الحالة ديالهم كيفاش كانت؟ لا واحد ما كانش يتحرك كاع قدر يموت الله يستر واحد شوية مضروب هنا ضربة قاسحة راسو ضربة قاسحة صافي شكرا هادشي شحال ديال الوقت باش وقع تقريبا؟ لا باش ربع ساعة بحال هكا نتوما سمعتوا داك الصدام واش لا انا ما سمعتش انا كنت في الدار ما سمعت والو حنا تا بانوا لي الناس مجوقين عا باش خرجت تا وقعت الحادثة عا باش خرجت هادشي اللي وقع شكرا خويا شكرا اذا كيف كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام معنا شاهد عيان رفض انه يبين الوجه ديالو ومن حقه على الحادثه ديال السير اللي وقعت قبل قليل هنا بشارع الياس القاضي في وسط المدينه بالضبط بالمعارف واللي كيقول بانه خرج لقى الناس مجتمعين حول واحد جوج ديال الاشخاص ساقطين وبالجنب ديالهم دراجه ناريه من حجم كبير اصطدموا اللي صدمهم لاد بالفرار اكيد كيف كتشوفوا عناصر الامن الوطني ها هما هنا في المكان ديال الحادث الاشخاص راه تم النقل ديالهم الى المستشفى وغادي تشوفوا اللحظه ديال النقل ديالهم عبر قناتكم شوف تي في اللي كانت حاضره لحظه النقل ديالهم وكذلك العناصر ديال الامن راها في هذه الاثناء اكيد غادي ترجع للكاميرات وغادي ترجع لتفاصيل ما وقع من اجل ايقاف هذا الشخص اللي تسبب في هذه الحادثه اللي ربما تكون مميته لان احد الاشخاص كيف كيقول هذا السيد كان لا يقوى على الحركه ما كيتحركش اذا يقدر يكون اصيب اصابه مميته او خطيره إذن شكرا مشاهدينا الكرام على هذا المباشر تفاصيل أكثر تجدونها حول هذه الحادثة تجدونها على قناتكم شوف تيفي دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.